سلام، مثل ما وعدناكم برفروف ارت شانل، انه شانل تاعتنا متنوعة. اليوم رح نحكي عن الخط العربي، كيف انا بقدر خطط كلمة. بس انا مني خطاط، ما اختصاصي الخط، وانا حابب خطط. كل السر بالخط هو القلم. القلم لازم يكون عندي مشطوب راسه، يعني اذا بتلاحظوا هيدا القلم عندي بهالشكل، هيدا ريشته بشكل مائل، بينما الخطوط العادية، الخط الانجليش مثلا او الخطوط التاني، بيكون راسه مبروم. نحن بالخط العربي بحاجة للقلم يكون مشطوب الرأس. اذا ما توفر عندي هلا القلم، شو يعني بعد بلا تخطيط؟ لا، في عندي حل بسيط جدا، هو قلم رصاص. بجيب قلمين، بخلي قلم ريشته أعلى من الريش التاني بشكل أنه يكونوا مايلين. هلأ إذا ما بتقدروا تمسكوا القلمين مع بعض بهالشكل هيدا، فيكن تلزقون مع بعض بشكل أنه الرصاصة أعلى من الرصاصة. بمسك القلم بهالشكل هيدا وبخطط. أنا حخطط لكم كلمة أمي مثلاً. أمي هي عبارة عن ألف، لاحظوا منيح، القلم رصاصة أعلى من رصاصة. ألف بسكرها من تحت بهالشكل، من الأعلى برسم لها شمعة وبسكر الشمعة بهالشكل هيدا. برجع، الهمزة عبارة عن رقم اتنين وخط مائل، بسكر الهمزة بهالشكل هيدا. الميم عبارة عن دائرة، بنزل برجع بطلع لأرسم حرف الياء اللي هو بيشبه شكل البطة، وبسكر الحرف الياء من هون، برجع برسم شكل معين، شكل معين. الهمزة عبارة، عفوا، الميم عليها شدة، والهمزة عليها ضمة، والياء حرف مد برمز له بشكل طائر. هاي كلمة أمي خططتها بقلمين رصاص. هلا اذا انا بدي خططها بقلم الفت، نفس الشكل بتعطيني. مثلا انا حجيب كرتونه وحخطط كلمه امي. الحرف الاخير في اتفنن فيه، يعني في انا ادخل له اشكال لاعطيه شوي زخرفه او شويه حياه. مثلا امي في اكتبها، لاحظوا أنا من الفاتر المشطوب كله على الورقة. هاي أم مي. هلأ أنا في كملها برسمة قلب، في حطها بورقة شجر مثلا. أنا عم بشتغل دايما الأول، الكلمة بكتبها مثل ما هي، آخر حرف هو اللي بتفنن فيه. فبكتب مثلا أبي، هاي شكل ورقة شجرة. الخط العربي خط جميل، في عنا أنواع كتير منه، إن شاء الله مع الوقت بنتعلم جميع أنواع الخطوط. وأهم شي فيهم الخط الكوفي، هو الخط الوحيد بين الخطوط اللي بيستعمل فيه المسطرة. إن شاء الله مع الوقت رح نتعلمه. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وما تنسوا إذا عم يعجبوكم فيديوهاتنا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب. باي.